Et le capteur. Et le capteur. أيه. أو سيريو ابتي سامية أو سيريو دونك بعد الحب والواحد بون سامحوني باش نمشي بكم لحكاية أخرى. كنا حكينا على راجل مريض مقيم بقسم الكوفيد في سبيطار زغوان. الله يرحمه. الله يرحمه اللي توفى محروق بعد ما شعل سيجارو بحذا الأكسجين. نوف الضو كاتب عام مساعد الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان مكلف بالوظيفة العمومية كان أكد أنه فما تقصير من المشرفين على قسم الكوفيد وأنه فما لوبيينغ كبير نتاع تماعش في سبيطار زغوان كان سبب في برشا حالات إهمال. دونك سي محمد علي بن مبارك قائم عام بالمستشفى الجهوي بزغوان طالب بحق الرد في الإطار هذا وإحنا بيان سور باش نعطيوه المساحة. تفضل صباح الخير سي محمد علي. سي محمد علي معنا صباح الخير. مرحبا صباح الخير. مرحبا بك سيدي. كنت طالبت بحق الرد وعندك المساحة باش تعطينا شنو التفاصيل اللي إحنا ما نعرفوهاش. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا حبيت نترحم على روح الفقيد بالمستشفى وحبيت نوضح السين كيفاش صارت راهو خاطر حسب اللي سمعت وراي مغالطات والستاف اللي كان غاديك الحق تغششوا معناها من الكلام اللي سمعوه لان الحقيقه ما هوش هكاك اللي صار معناها. شنو اللي صار؟ عطينا اللي صار شنو؟ مالا مش عطيك اللي صار لانه الراجل راهو هو سوزوبتي فلو معناها بالاكسجين للخويي ولاده معناها اللي بارون تاعو كي زاروه عطاوه دخان وامريكيه انفان باش يتكيف ما فرقوش بيه فهاد كلها حاسين فشعل الجيم شي شعل باش يتكيف كي شعل كيما كي خطفته وتعرفوا الاكسجين معناها يخطف على بعد ويتأجج فيسع فيسع ستاف كامل راو كان بحذاه ولا الحق لو ما جاش ستاف بالحق ذي وموجود كانت تصير بالحق كانت تصير كارثة رغم الناس كلها معناها دخلت بسرعة فائقة جدا. الكارثة صارت راو سيدي ولا سيد مات صحيح الكارثة صارت أما كارثة صارت كانت لا قدر كانت تصير أكثر من هكاك راو أما ستاف الحق كان حاضر من الزملاء الفراملة والطبيب موجودين. يعني حبيت تقول مش صحيح انه ما خلطوش عليه وما فاقوش به. لا سامحني مو صحيح ما خلطوا عليه وديجا نعطيك ناكد لك اللي الزميل نتاع لاعب خاطر زميله اللي تخدم في القسم لما معناها موجوده تقريبا بحذاه تقريبا من اللي صارت الوضع عيطت اجرى الزميل الاخر معناها جبدوا وخرجوا من الشومبر قفل باش ما يتكسرش النار ويصير معناها احتراق كبير ولا راهو ربما راهو حرق المستشفى لو ما كانوش معناها خاطر دوك يقولوا الزملاء قصروا لو ما كانوش الزملاء موجودين وقايمين معناها باحسن قيام العمل كانت تصير لنا كارثه في المستشفى معناها كبيره اكبر من هكاك. واضح السيد ما توفاش على عين المكان سي محمد. السيد راه ما توفاش صحيح ما توفاش على عين المكان وراني انا كي كلموني راني طلعت معناها تسويت في لحظات كنت بحذاهم وكلمت تبة الانعاش ومعنا وجرينا وهبتناه ديجا للقاعة ديشوكاج معنا صالة ديشوكاج والحق الناس الكل راه والله العظيم نأكد لكم اللي راهو الناس الكل تكنيشيانات تبة الناس كلها بتطلوا تجري ما هذيك الساعة راهي حضرت ما الله أعلم راهي الساعة حضرت وراهو ما أنا نزيد نأكد لكم اللي راهو سبب الموت عمره ما كان ماهوش الحرق راهو لي كومبليكاسيون تاع معناها تاع الامراض صحيح الحرق كان معناها من 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 السبب معناها سبب من الاسباب كان مريض برشا اوكي اما راهو صدقوني ما كانش هو السبب المباشر لوفاته والله يرحمه يعطيك الصحة. شكرا لك سي محمد علي بن مبارك قائم عام المستشفى الجهوي بزغوان على التوضيح. شكرا